عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا. اليوم جيتكم واحد وصفه فطائر التفاح في المقلاة. اليوم غادي نعدلوها مع بعضياتنا. كتجي تبارك الله رائعه ولذيذه جدا جدا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم حتى نتوما ان شاء الله وتجربوها. دابا غادي ندوزو المقادير اللي غادي نحتاجو. هنا عندي جوج معالق زيت المائده، واحد صاشيه الخميره الحلوه 7 غرام، واحد صاشيه دلابانير 7 غرام، جوج بيضات، كاس العصير البرتقال، وهنا عندي هنايا جوج معالق السكر والطحين على حساب الخليط. بركة الله. اول حاجه هرسو البيض ديالنا وحده بوحده، نزيدو عليه لافانيا، الزيت، غادي نجمعو كلشي المقادير، خطرة وحدة، السكر، هكا، ونخلطو بالخلاط الكهربائي، إلا متوفرش عندكم الخلاط الكهربائي، عفوا الكهربائي. يمكن تديرو آلة الميكسير تحطو فيها الكبرة، الفواكه، نخلطو مزيان، نزيدو العصير، أو تمرير الخلاط. الكيسه الجميله في العناصر، دابا نزيدو الطحين، الطحين نديرو شويه بشويه، تنحصلو على عجينة الفطائر. حيت سبقت عدلت معاكم عجينة الفطائر، غنخلطو شويه بشويه، ما غاديش تكون جاريه، ما تجيش عاود ثقيله بزاف، مويل، نزيدو الخميره الحلوه، هذا هو القوام اللي بغينا. شوفوا معايا كيفاش كيجي تبارك الله. هذا غادي نخليه على جنب تنحتاجوه. دابا نجيبو التفاح، نكونو قبل غسلناه مزيان ومسحناه بواحد المنديل يكون نظيف. دابا غادي نخويه من هنا لداخل باش غادي نعمرو في الفطائر ديالنا بهذا الشكل. عندي هاد الموس خطع بلاستيك ولكن فيه الفائده بزاف، حيت كيستعمل بزاف د الحوايج. من بعد غادي نوريكم ان شاء الله. هكا كنخويه غير بشويه لداخل، هكا كيبغو معايا. عاود نقلبوها من هاد الجهة، عاود خوينا هاد الجهة، نعاودو من هاد الجهة هكا بهاد الطريقة. شوفو معايا، هاهو صافي، خويناه لداخل كلشي، هاهي تجي خاوية هكا. درا نقطعها معاكم، درا نقطع معاكم التفاح على شكل رقيق دواور هكا كيفاش. يجيو رقاقين بزاف حيت ما غاديش نديرو مباشرة في الخليط ديالنا. نبقاو هكا معاكم كنسالي كلشي التفاح لي عندي. نجيبو السكر، نديرو معاه شويه د القرفة ونخلطو هكا. لا مكنحبش القرفة، ميديرش بالقرفة، دير غير السكر، يكفي غير السكر حيت أنا كتعجبني فيه القرفة، كتجي مع التفاح بنين، كتجي تبارك الله بنين القرفة والسكر والتفاح. دابا نبقاو نديرو فيه التفاح ديالنا هكا
بهذه الطريقه، ونحطو هنا على جنب. نزيد معاكم عاود هذه كيفاش حطو عاود كذلك على جنب. نزيد معاكم هذه عاود، نبقى هكا معاكم حتى نسالي كلشي التفاح اللي عندي. نوريكم الطريقه باش كنعدلو في المقله تاعنا. سخونه سخنا شويه المقله، عاد نديرو فيها الطائر ديالنا. بسم الله، تابعوا معايا صافي. ندير فيها دائرة التفاح في الوسط على هذا الشكل، نزيد عليها شوية الخليط تغطي وجه التفاح كلشي بهذه الطريقة هكا غيب شوية صافي. دابا غادي نقلبها معاكم، شوفوا معايا بهذه الطريقة هكا. نقلبوها حتى تبارك الله جات محمرة من تحت. دابا نخليوها نزيد معاكم أخرى عاود هكا. ضروري العافية تكون مهيلة باش تحمر على خاطرها. نديرو التفاح، نزيدو عليه شوية الخليط تاع الفطيرة ديالنا الفطائر هاد الشكل غير شوية حتى نغطيو كلشي، السكر و التفاح ديالنا كلشي هكا. هاد المقادير عطيتلكم اليوم تبارك الله كتخرج كمية كبيرة د الفطائر، كيجي تبارك الله الطبسي عامر. غيتقدموا ان شاء الله الفطور ولا العشاء، المهم على حساب كل واحد كيبغى. غادي نقلبها معكم عاود بهذه الطريقه، نقلبها غير بالخاطر هكا هاي تبارك الله. غادي نخليوها دابا تحمر على هذا الجهه، ونبقى معكم هكا حتى نسالي كلشي، حتى يبقى من تبقى لي غير وحده وها غادي نوريها لكم. من بعد نوريكم التقديم النهائي ان شاء الله. هيا انا ساليت العجين ديالي كلشي، بقات لي هنا غير وحده، غادي نعدلها معاكم. غادي نقلبها معاكم هكا. صافي نخليوها تحمر. الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا كيجيو بنان ولذاذ، كنتمنى تجربوهم ويعجبكم ان شاء الله، خاصة المحبين لهاد القرفة. وما تنساونيش تابونيو معايا وتفعلوا الجرس، حيت الجرس مهم باش يبقى يدخلكم الجديد مني دائما ان شاء الله. الوصفات ديالي دائما مجربين، جربتهم عدة مرات كيخرجوا ناجحين 100%. دابا غادي ندوزو ان شاء الله نفتح معكم وحده تشوفوها لداخل كي جات. نفتح معكم وحده لداخل تبارك الله كتجي، كتجي من فوخه لداخل وشيشه ومع البداق القرفه والتفاح. ها هو تبارك الله كي كيجي، شوف شوفوا التفاح. كنتمنى ان شاء الله تجربوا حتى نتوما. قبل الاخوات ديالي ما غادي نخليكم، غادي نهضر مع الريفيات ان شاء الله ديال الاخوات الريفيات ان شاء الله ديالي. اسمي ديالي ريفيه، السلام عليكم. انا راه كشي ديغبو ماشي كيسرو ستريفشت ميمي تسنيت بي ديال وثيق مي صخدر تختاري فشت تعرف تسنيت قصحن تخوضنا هي الخو ما يسمى مرتاش باش نتوصفها هي
تعالي انت داكي ديري التعاليق اني تاتي اني انت اني تاتي عشيت تقري التعاليق الحاجه وفهمت من زعما راه من تقا واخا قا استعرفت ولكن حاجه كلشي مفهومه اسمتي لي فين تبارك الله عليهم مره سنت سنت عرفت مره غير تبارك الله دين مرشي نيش توا السين شي غادي تاعي في التعاليق عيتيني غنزيني غير المقادير نسسي داري غير السمازيغ مع تفهم تمني غير ان شاء الله اي سما الخوسيت تاعو تخميش تغدك فيديو روح روح ما عرفتش تكشف الفيديو راك ان شاء الله السما ونستريفش غادي تعالى غير عون وغنخمي غير تعالى سوا دي فيديو العون وانا غتعالق غادي استعرق بيه الريفيه وشاخذني فيديو انت في نتغاشا تسنت بلا نهارني كيخفي تسريفش نعاود تفنت العربي ولا سوا ولا تقيغبو ولا تقيغبو ديال العنوان شي حاجة بالريفية سنتي لا فيديو ني بيختي السما استعرفت وخاصة وانت عرفتي السما تفنت غاصة تزانت قا كلشي الحوايج اللي تقيغ الماء قادير كلشي يسير قا خفي ثبتي بالتفصيل المهم تمني غير السما ان شاء الله يفهمن تيفقد الظروف ينو تسنيد صعبنا تسمو الصخبار بديوات رمضان ان شاء الله كي تسمعها كي تتقع عمرك كنت بديوان تذكر ما كاينش تقرا شنو معرف شي حاجة تمو اي سمح انت يسمع الخو اكن يتجري سنا ارمان في شعر خاطر تقرب ديال وراك نيت ان شاء الله كيدير تاف انت كيدير دا دعم انت يا سما تقد تخافي جيم تقد تخافي ابوني تفعل الجرس مع شي تفر جديد دائما بحت تسنت مرة من تجي غت تسنت فهمت مرة سمح انت يسمع كل جغي شي تسعيش نتاع تنظري ان شاء الله دابا الاخوات ديالي رجعت عندكم سمحوا لي حيت فصلت الاخوه ديال الريفيه تحت اليوم ما درتش معاهم بالهضره بالريفيه باش ما يتقلقوش ما يقولوا على هذه يمكن ما بغاتش تتابع معنا بالريفيه بالعكس حيت غير كيجيني انا صعيب و دابا كل فيديو نديرو وحده بالريفيه نديرها وحده والعربي نديرو وحده باش يجي لي هادشي المهم ساهل دابا الاخوه ديال نخليكم هو دابا عفوا الفطائر ديال التفاح رفقناهم شويه الكوفيتير والعسل اللي عندكم نخليكم الاخوات ديالي حتى شي فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.